وفي دعم فلسطين يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول. دخل اليوم 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخمس شاحنات وقود، وذلك من بين 200 شاحنة من المرتقب أن تدخل القطاع اليوم. كما استقبل معبر رفح اليوم 16 من الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية. كما استقبل المعبر أيضا 300 من مزدوجي الجنسية.